في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أطلقت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية إلى قرية أنويرة بمركز أهنسيا. ووقعت القافلة الكشف الطبي على ما يقرب من 1400 مواطن ترددوا على القافلة من خلال 8 عيادات وثماني تخصصات طبية، وتم صرف العلاج اللازم لجميع الحالات مجانا. ضمن مبادرة حياة كريمة أطلقت مديرية الصحة في بني سويف القافلة الطبية العلاجية لقرية النويرة في مركز إهنسيا. القافلة اشتغلت على مدار يومين وتم توقيع الكشف الطبي على 1400 حالة في 8 تخصصات طبية، بجانب الأشعة العادية والأشعة التلفزيونية ومعمل التحاليل وطفيليات الدم، بجانب استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة. احنا كشفنا ببلاش وخدنا العلاج ببلاش، ويعني بسم الله ما شاء الله القافلة ماشية زي الفل، والناس كلها كشفت وخدت علاج. احنا الحمد لله رب العالمين، زي ما انت شايف المبادرة كويسة جدا جدا، وبنشكر مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتمنى له الشعب المصري كل خير بإذن الرحمن الرحيم، والقافلة مجانا والعلاج مجانا وكل الخدمات مجانا وكل حاجة حلوة جدا جدا.